هو مشوار طويل بدأ من بدري. هو بيعتبر ان بدايته الحقيقيه في بابا عبده والايام لما تقابله. يعني هو لحن قبل كده، وكان حتى كمان في تتر هو لحنه قبل ما يسافر. هو قعد فتره في سويسرا 3 4 سنين، من 68 ل 71 يمكن، متهيألي 69 او 70، مش متأكد. لا يعني متهيألي لازم يكون قبل ما يسافر. في تتر مسلسل اسمه الفنان والهندسه، هو كان كاتبه، وكان عادل امام الممثل متهيألي هو اللي كان بيغني التتر، مش متاكده، لان هو متهيألي عمره ما سمعه ولا انا عمري سمعته، وهو سافر وما سمعوش. بس هو بيعتبر ان بدايته الحقيقيه، يعني هو كان بيحب دراما جدا وبيحب المسرح طبعا، بس دي قصة أخرى. كان بيحب الدراما وبيحب الكتابة للدراما، بيعتبرها ضرورة وجود، يعني بيعتبر أنه أو ضرورة حرية، ضرورة يعني كتابته للدراما وكتابته للطفل، ونتكلم عنها بعد كده. فكان دايما بيدور على دم جديد، على شكل جديد للتلحين بالذات للدراما، انها ما تبقاش مجرد حليه. يعني كانت قبل كده الاغنيه ممكن تشيليها من المسلسل او تحطيها بعد كده. بقى من ساعه الايام وبابا عبده هو وعمار الشريعي، الاغنيه الدراميه اللي هي التتر البدايه والنهايه، يعني كانه متضافر مع العمل الدرامي نفسه، وبيضيف له كمان. يمكن عشان الاثنين بيحبوا الدراما ودارسينها وفاهمينها كويس، هو وعمار الشريعي. فهو لقى في عمار الشريعي الملحن اللي عاوزه، وعمار الشريعي لقى في، ولو انه هو عمار الشريعي ما كانش لحن قبل كده غير يمكن تتر اذاعي افتكر، وكان ملحن لمها صبري امسكوا الخشب. بس هما اول ما تقابلوا اتحبوا بعض، وحسوا انه لا هما اللي هيعملوا حاجه جديده، وفعلا ده اللي كان. فالايام ورا ايام، لا الجرح يهدى ولا الرجا بينام، ماشي في طريق الشوق ماشي، لكن قلبي مطرح ما يمشي يبدر الأحلام. هو علاقته بصلاح جاهين طبعا علاقة يعني مهمة جدا جدا، يعني أب روحي زي ما حضرتك بتقولي، تعلم منه كتير. وهو كان يعني كمان هو أستاذ استثنائي، وشخص واضح كان استثنائي، وكان يعني هو كان في، هو اللي خده له فؤاد قعود، الشاعر الكبير فؤاد قعود، وخدوا له عشان يسمعوا. كان عنده، هي كانت سنة واحد، كان عنده 21 سنة مثلا، يا دوب ما كانش كامل 21 سنة. فخدوا، كانوا في مكان، هو حكى عن الحكاية دي كتير، كانوا عند متهيألي الأستاذ سليمان جميل الملحن، مش متأكدة من المكان، بس هو كان الأستاذ سليمان جميل بيلحن أغنية قصيدة مصرع لومومبا للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. وصلاح جاهين ما كانش له علاقه بالموضوع، يعني الشعر مش بتاعه، بس هو كان قاعد بيساعد، يعني مش بيساعد يعني بيسمع ويدي اراء كده. وهو بيقول انا ساعتها كانه ده الجميل القائم على الجمال كله في العالم، يعني حاجه ما تخصوش، بس هو عايز الجمال يطلع جميل اكتر اكثر جمالا. فكان سعيد جدا. وساعتها الحكايه الشهيره اللي هي فؤاد، اللي هو قال له قول شعر، فقعد يقول وهو قاعد متجهم كده، ويقول له قول شعر تاني، فهو مش عارف هل هو مبسوط مش مبسوط، فرحان مش فرحان. ففي الاخر قام خد فؤاد قعود بالحضن وقعد يرقصه ويقول له احنا بقينا كتير، يعني احنا كقبيله مثلا، قبيله شعر عاميه بقينا كتير. وبعد كده قدمه في شاعر جديد يعجبني في صباح الخير، وكان عايزه يغير قصيده ابن بحر بالذات، كان عايز يغير نهايتها عشان شايفها قاتمه شويه كئيبه. بس هو سيد كان مصر، يعني هو في العشرين من عمره كان مصر انه لا مش عايز يغيرها. وبالتالي صلاح جاهين، يعني طبعا من غير ذكر القاب، صلاح جاهين قريب لقلوبنا كلنا، فكانه هو عايز، فرح انه هو اصر على رايه كده، هو كان مشفق عليه من القتامه او كده الكآبه. وقال حاجة مهمة قوي، في انه لو كان في حب من النظرة الاولى يبقى انا حبيت الشاعر ده من الشطرة الاولى. افتكروا الاسم كويس عشان هيبقى له شأن بعد كده. هو بيحب الاطفال جدا، فضل يحب، يعني هو طول عمره بيحب الاطفال، وبعدين كانوا بيحبوه لغاية يعني وهو حتى كبير بيحبوه جدا، وبيعتبروه زي صديقهم، يعني اصدقاء العيلة، اذا كان ولاد اختي او اذا كان شمس اللي كان صغنون، يعني اللي هو شمس حفيده ابن ريم،
وكل اطفال العيله يعني بيعتبروه صديقهم، وفضل هو في طفوله جواه وطفل وعيل كده ويلعب معاهم. وبعدين هم ممكن حبهم له ان هو كان بيكلمهم بنديه، يعني مش معتبرهم اطفال ويعني وبتعالي بيكلمهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا. وهو بيحب الناس، هو بيحب البشر عموما، يعني هو فعلا بيحب البشر. يعني انا مش قوي كده زيه، ويمكن بقيت بعدها ساعات يقول لي انت بالراويه، بحب الناس فعلا. فده يمكن سبب حبه وبعدين هو دايما رهانه على الجيل الجاي، رهانه على ان هما دول يعني اللي هيبش، يعني هما دول اللي هيجيبوا الانسانيه الحق والخير والجمال اللي كلنا بندور عنه. فهو من بدري كان بيكتب اغاني الاطفال، وطبعا ايامها ما كانش الانتاج يسمح، يعني ما كانوش ايه اغاني اطفال، احنا هننتج اغاني اطفال. وكان بيلحن هو وعمار كتير جدا، وعلى فكره في اغاني كتير جدا ما طلعتش لغايه دلوقتي، وعامل مسرحيات شعريه للاطفال مش حاجه واحده، كتيره. طبعا هو عمل زمان ابو علي مسرحيه للعرايس، وكانت بتعرض في مسرح العرايس، وفيها الاغنيه اللي اتشهرت بعد كده وغناها الاستاذ محمود عبد العزيز في الكيت كات، اللي هي يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، كل واحد مننا يركب حصان خياله درجن درجن. هي دي كانت في مسرحية اسمها أبو علي للعرايس، مسرحية عرايس. هو بيحب الأطفال من بدري. أغاني الأطفال دي بقى اللي هي بالذات سوسة، وكان في قبلها أطفال أطفال، كان فيهم أغاني كتير ولغاية دلوقتي يمكن الناس بتحب تسمعها للأطفال. وكان في مجموعة أغاني، يعني ألبوم لشادية، وللأسف ما خدش حظه قوي، كان رائع برضو كان هو عامله الأطفال، يعني شادية غنت الأطفال. كانوا بيغنوا ويعملوا للدرج زي ما بيقولوا، إن هو يرموها في الدرج هو عمار شريعي، لغاية ما لقوا الوقت مناسب للإنتاج وأنتجوا لهم وكسر الدنيا. حتى عفاف راضي ساعتها الأستاذ عفاف راضي قالت لهم أطفال أغني أطفال، طب قالوا لها طب بصي هنعمل لك حاجة للكبار، حاجة رومانسية وكده، اللي هو فيه وبتسأل يا حبيبي وتاني وهو الطريق، يعني برضو من أجمل الأغاني. قالوا لها يعني كأنهم بيغروها، أغني أغاني الأطفال وإحنا هنعمل لك الأغاني التانية. وكان وهو فضل للآخر يعني نفسه يكتب أكتر للأطفال، وكان بيكتب يعني إن شاء الله تطلع قريب. أنا وريم بنشتغل الحاجات دي، إن شاء الله تظهر قريب.